انت حضرت في ربوخات صحاح وصاروا لك سيستير برشا طرايف. طرايف هي ربوخات صحاح طرايف من نوع اخر يعني نتاع جو لمة رجال صافيه مش فيهاش الناس في غيبوبه معناها. ايه ناس في غيبوبه. وي طرفه مثلا عندك شي طرفه هكا؟ طرفه هذيك في ربوخ تبارك الله ياسر الشرب موجود ياسر والسيد يشطح بالكانون هزلنا الكانون نتاع نسخنوا عليه البلاد ابو ستة روس. الله الله كانون ابو ستة روس ما هو ستة روس الناس تحط عليه بالدير ودنيا عباه بالمعبي بالجمر وشيخ وشارب بالقدا حاط الكانون في راسه وبدا يشطح سخن 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 بعد وعياه ولا حرق الكانون من لوطة من على راسه هبط الكانون هكا حطه من هنا هكا وعمل لك هبط جاء في وجهه كل كانون جاء في وجهه هي ترفع هي ترفع هي ترفع والله والله بالحق هي صحيح حكايه تغرس من الكانون باين شوفيها يا راجل انا غني هكا وشوفيه كان كي طبص عمل لك راه كتب عليها شوي يقعد مشاه وجهه في الجمر وجهه مشاه في الجمر هو روج شويه بان كي الجمر مع الجمر مشاه احلوها برشا هذه.